أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج بين رأيين. محور الحلقة عن زيادة الحوادث المرورية في ظل غياب الحلول. حول هذا الموضوع مشاهدينا الأعزاء، رحبوا معي في الاستوديو بالرائد الحقوقي حازم نجم الزبيدي، ضابط العلاقات والإعلام في دائرة مرورنا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ باشكر. وعبر سكايب من العاصمة بغداد ينضم معنا الدكتور فراس الراوي، اختصاص تخطيط الحضري والإقليمي وتخطيط النقل. أهلا وسهلا بك دكتور فراس. أهلا بك، أهلا ومرحبا، شرفنا بك. مشاهدينا الأعزاء، قبل ما نخوض في غمار أسئلة البرنامج دعونا نشاهد هذا التقرير ومن ثم أعود إليكم مرة أخرى. باتت الحوادث المرورية في العراق تشكل واحدة من أكبر المخاوف اليومية التي تهدد حياة المواطن، وذلك لكثرة وازدياد ضحاياها سنويا. ويشهد العراق تصاعدا مخيفا في الحوادث المرورية وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين التي بلغت أرقاما عالية خلال السنوات العشر الماضية، حيث قاربت 100,000 ضحية بين قتيل ومصاب، ولأسباب عديدة أبرزها عدم تأهيل الطرق وتعبيدها وكثرة المطبات الاصطناعية والحفر وتهور معظم الشباب أثناء قيادة المركبات، بالإضافة إلى السرعة الفائقة لبعض السائقين وعدم التزام القوانين المرورية وفقدان التركيز أثناء القيادة. وفقا لتقارير سابقة أصدرتها منظمة الصحة العالمية، فإن العراق حل واحدا من أعلى دول العالم في عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة. محافظة نينوى أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى شهدت تصاعدا خطيرا في الحوادث المرورية، بالإضافة للأسباب المذكورة آنفا للزخم الكبير في عدد السيارات وجائحة كورونا التي أفرزت عن ظاهرة جديدة، هي زيادة مستخدمي الدراجات النارية التي باتت إحدى وسائل النقل للمطاعم السفرية والبضائع الأخرى. متى نرى نظاما مروريا صارما يلتزم به المواطنون وشوارع خالية من التكسرات لنحافظ على أرواح مواطنينا؟ أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ورحب برائد المرور الحقوقي حازم نجم الزبيدي، ضابط العلاقات والإعلام في مديرية مرور نينوى. وسهلا بك رائد حازم، سعيدين جدا بتواجدك وتواجد الدكتور فراس في برنامج بين الرأيين. بداية أعطيني فكرة عن مديرية مرور نينوى، آلية عمل دائرة مديرية المرور. الحقيقة بعد تحرير مدينة الموصل باشرت مديرية مرور محافظة نينوى باستقبال المواطنين وترويج معاملاتهم، معاملات إجازات السوق، إصدار إجازة السوق، تجديد إجازة السوق، أيضا تسجيل المركبات، نقل الملكية، ترقين قيد المركبات. لدينا احنا في مديرية مرور محافظة نينوى قسمين، القسم الفني اللي هو مختص في هذه المعاملات اللي ذكرتها، وأيضا قسم الذي يعمل في شوارع مديرية مرور في شوارع محافظة نينوى اللي هي قاطع مرور البلدة. عندنا مرور البلدة يتقسم إلى 4 قواطع، الأيسر الشمالي والأيمن الشمالي والأيسر الجنوبي والأيمن الجنوبي. كل قاطع مسؤول عليه ضابط، بالإضافة إلى مدير البلدة اللي أيضا برتبة عميد ومساعد مدير البلدة. كل هذه الجهود تعمل من أجل تقديم أفضل خدمات لأهلنا في محافظة نينوى، سواء كان في الشارع أو في المديرية. يبدأ الدوام في مديرية مرور محافظة نينوى من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. نعم. فيستمر منتسبي ضباط مرور محافظة نينوى بالدوام إلى إكمال أو إنجاز آخر معاملة من معاملات المراجعين. هذا فيما يخص عمل الدائرة. مثل ما ذكرنا سابقا، الدائرة تعمل حاليا على إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات وتجديد إجازات السوق وتجديد السنويات، بالإضافة إلى ترقين قيد المركبات. يعمل حاليا آلية الحجز وآلية ترويج المعاملة، يمكن أكثر الناس يسألون عليها أو يجهلوها. عندنا بعض المعاملات لازم يصير حجز مسبق من خلال النافذة الإلكترونية، وبعض المعاملات بدون حجز إلكتروني. المعاملات التي تتطلب حجز إلكتروني هي تسجيل المركبة لأول مرة، بالإضافة إلى إصدار إجازات السوق لأول مرة. عندنا سيد المدير المرور العام المحترم استثنى
فقدان السنوية وفقدان إجازات السوق والتجديد وتجديد السنوية وترقين قيد المركبة قبل الترويج لتسجيل المركبة الجديدة. ترقين قيد المركبة أيضا مستثنى من الحجز الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك تم تثمينا لجهود القوات الأمنية وتثمينا لجهود أخواننا في الصحة، تم استثنائهم من الحجز الإلكتروني، الأجهزة الأمنية وذويهم من الدرجة الأولى، والأخوان الموظفين في دائرة الصحة أيضا مستثنين من الحجز الإلكتروني. هذا فيما يخص عمل مديرية مرور محافظة نينوى من الجانب الإداري اللي هي مجمع الشلالات. عندنا مثل ما ذكرنا أنه الجانب العملي اللي يعملون في قاطع مرور البلدة، عندنا مفارزنا منتشرة في كل مكان، عندنا 4 قواطع مثل ما ذكرت، الأيمن الشمالي والأيسر الشمالي والأيمن الجنوبي والأيسر الجنوبي، يعملون على تنظيم حركة السير والمرور ورصد المخالفات وفرض الغرامات على المخالفين لقواعد السير والمرور والمخالفين لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019. نعم، خلينا ننتقل للدكتور فراس الراوي من العاصمة بغداد، اختصاص التخطيط الحضري والإقليم وتخطيط النقل. وسهلا بك دكتور فراس وبرنامج بين الرايين. دكتور، اليوم حديثنا عن يعني الحوادث المرورية اللي زادت نسبتها بشكل كبير يعني في العراق، خاصة يعني حسب الإحصائيات عام 2019 نسبة الحوادث زادت بنسبة 11% عن السنوات اللي قبلها. يعني برأيك هل يعني هذه النسبة اللي هي في تزايد والوفيات والضحايا اللي تروح بشكل كبير، هل يعني أسبابها هي الطرق، سببها المواطن، سببها كثرة السيارات، يعني شنو رأيك بهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ومرحب بكم بالأخوة المشاهدين. يعني عوامل كثيرة تدخل في يعني حساب عملية نسبة أو زيادة الحوادث على الطرق خصوصا في العراق. يعني بسبب المتغيرات الكثيرة اللي شهدها الواقع العراقي يعني في عدة حقب من الزمن، أدت إلى يعني تنوع وتغير عوامل إلى سبب معين بحد ذاته، لكن قسم من العوامل كمسببات رئيسية. في أحد البحوث اللي ناولت بعض يعني دراسة العوامل المؤثرة على زيادة نسبة الحوادث، وخصوصا في مرحلتين زمنية، المرحلة الأولى اللي كانت يعني فيما قبل 2003 والمرحلة الثانية ما بعد 2003، ظهر لي أنه عاملين عامل يعني فيزيائي اللي نسميه يعني الأشياء يعني المادية، ممكن تكون المركبة، الطريق، القوانين المرورية وغيرها، والعامل البشري اللي يتمثل بالسائق والسابلة اللي يعني مستخدمي الطريق اللي يعبرون من المناطق المخصصة أو غير المخصصة للعبور. فهذه العوامل متداخلة يعني واختلفت بين المرحلتين. في المرحلة الأولى اللي هي قبل 2003 كان يعني العوامل الفيزيائية أكثر تأثيرا يعني في الحوادث المرورية، مثل يعني نوعية المركبات، خلينا نقول يعني رداءة المركبات بسبب خاصة بسبب الحصار اللي مر به القطر وقلة المركبات الحديثة اللي تدخل وقلة السلام فيها. لكن الطرق كانت نوعيتها وجودتها أفضل من ما موجود حاليا. العامل البشري بعد 2003 كان أكثر تأثيرا في عملية زيادة نسبة الحوادث من خلال ضعف تطبيق القوانين المرورية، يعني عدم التزام
بالقوانين المرورية، عدم التزام بال يعني شروط السلامة وغيرها، كذلك مستخدمي الطريق السابلة اللي يعبرون من أي مكان يعني يخطر على بالهم بدون التزام بمناطق العبور وغيرها. هذه يعني مجمل الدراسة اللي قمنا بيها في بحث يتعلق بالحوادث المرورية وزيادتها وأسباب هذه الحوادث. ممكن تكون هي يعني مؤشرات أساسية نقدر ننطلق من خلالها لزيادة في تحليل وتشخيص يعني الحوادث أو أسباب نشوء الحوادث المرورية. نعم. أعود مرة أخرى للرائد حازم نجم الزبيدي، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا بك أستاذ. سيادة الرائد ذكر أسباب دكتور فراس، يعني بعض الأسباب. أنت كرجل مرور يعني مثل ما يقول متعايشين مع الواقع، يعني أهم أسباب يعني زيادة نسبة الحوادث في محافظة نينوى لو تحدثنا. الحقيقة أستاذ يعني أكثر الأسباب اللي تسبب هاي الحدوث، هاي الحوادث اللي نشوفها يومية وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما قيادة المركبة بإهمال ورعونة من قبل سائق المركبة، أو عدم الالتزام مثل ما تفضل الدكتور بقواعد السير والمرور، بقواعد وسائل المتانة والأمان، قيادة المركبة تحت تأثير المسكر والمخدر، قيادة المركبات من قبل المراهقين، ومنتشرة هاي الحالة بصراحة يعني دون السن القانوني يصعدون بسيارات، خاصة من الملاحظ أنه تكثر هذه في أيام العطل، يعني مثلا الخميس والجمعة تشوف الشباب مجموعة من الشباب يصعدون سيارة ومصعدين صوت المسجل وما أخذتهم النشوة. فهاي الأمور كلها أسباب رئيسية بحصول الحوادث اللي تصير، وللأسف تصير عندنا حوادث يعني لا يعني غير متوقعة، تسبب عندنا خسائر مادية، خسائر بشرية بالأرواح، يعني نتيجة لجسامة الحوادث اللي تصير عندنا. فاحنا نتمنى من خلال قناتكم الكريمة خاطب أهلنا في محافظة نينوى وأنه ينتبهون لهذه المسألة، يتخذون وسائل الحيطة والحذر أكثر تجاه أبنائهم، عدم إعطاء السيارة للشباب المراهقين، متابعتهم، متابعة النشاطات اللي يقومون بها، هذا من الأشياء المهمة اللي دائما أكد عليها. نعم. ايضا يعني سياده الرائد هناك ربما اسباب اخرى، يعني او عدم وجود، بالاحرى عدم وجود اماكن لعبور المواطنين من بعض الشوارع. هناك الشوارع يعني لو تحدثنا عن اخر حادثه اللي حدثت بشارع المنصه، يعني المنصه يعني صح بيها مطبات يعني، ولكن السيارات يعني تطلع من يم المنصه بشكل بسرعه فائقه جدا، وماكو مكان لعبور المشاة، يعني اكو جسر معطل، يعني اكو نفق، وهذا النفق لحد الان ما كامل، يعني المواطن يحتار احيانا شلون يعبر الشارع في ظل السرعه الفائقه، في ظل يعني زياده عدد السيارات الموجوده بالشارع. الحقيقه استاذ انا اتوقع النفق يشتغل، يعني النفق اللي موجود امام المعهد الفني. نعم. احنا ايضا صراحه تنقص ثقافه للمواطنين، ثقافه المروريه يعني. نعم. يعني الجسر مقابل الكلية يعمل، أتوقع الجسر المعلق يعني يعمل. نعم. لكن هم نلاحظ برغم من ذلك أن المواطن ما يعبر من الجسر، لا يعبر من تحت الجسر. نعم. وصارت عندنا حوادث يعني صارت، ولهذا اضطرت البلدية لوضع هذا المطب اللي مقابل حتى تخفف السرعة. نعم. صار أكثر من حادث أمام كلية القانون أيضا. نعم. ومع العلم يوجد أيضا مجسر جسر المشاة، مثل ما تفضلت أكو بعض المناطق فعلا تفتقر لهذا المجسرات، وأتمنى أنه تنتشر عندنا الثقافة المرورية للمواطن، أنه الثقافة كيف يعبر الشارع، من أي مكان يعبر الشارع، ولو هذه إحنا أخذناها بالابتدائية ومتى نعبر الشارع. أذكر لك شيء يعني بصراحة أنا ملاحظه، هذا عدم عبور الشارع من المناطق المخصصة وفي الوقت المخصص يسبب عندنا أيضا زخم مروري. احنا كنا رايحين على تقاطع النبي يونس عليه السلام، شايفين اكثر من مره امر من ذاك الطريق اشوف انه سبب الزخم المروري هو عبور المشاة من وسط التقاطع. نعم. نتيجه الكثافه السكانيه في تلك المنطقه باعتبارها سوق شعبي. نعم.
المواطنين يعبرون من وسط الشارع دون الانتباه للإشارة إذا كانت إشارة للسيارات أو للمشاة. يعني إحنا نستغرب، إحنا ما شاء الله مجتمعنا مجتمع عربات المخضر وإلى آخره، كل هذه يمسوق النبي بالضبط. أكو وبالدرجة الأساس أنا لاحظتها إنه عبور المشاة، يعني هذه الثقافة الموجودة إحنا تعلمناها من إحنا صغار، من الابتدائية تعلمنا إنه نعبر متى ما كانت الإشارة الخضراء للمشاة، حمراء للسيارات. أنت من تشوف السيارة الضوء الأخضر للسيارة، من تتعمد تعبر في هذا الوقت سائق السيارة راح يكون مجبر إنه يتوقف حتى أنت تعبر، وهذا يأثر على اللي بعده واللي بعده واللي بعده. وتشوف سياق الرائد، طالما أنت ذكرت لي تقاطع النبي يونس، طبعا كلنا نعاني، أنت أكيد تعاني من هذا الموضوع، يعني تقاطع النبي يونس، سيارات الكية وقوف عشوائي كيفما اتفق، العربات، ويعني اللي يبيعون أصحاب البضائع المتجولة وإلى آخره، هذه كلها تسبب يعني عرقلة واضحة للسير في هذه المنطقة. يعني لو الشخص ما عنده شغلة مهمة جدا ما يجي من هذا الطريق، لأن من يجي يتورط دائما مزدحم. شو وقت احنا نحل مشكلة تقاطع النبي يونس؟ والله هو الصراحة انه هذه التقاطعات اللي تكون ضمن مركز المدينة، الحل الأفضل الأمثل لها انه يعمل بنظام الأنفاق أو المجسرات. يعني هو كان مخطط أنه تكون مثلا مجسر النبي يونس، تقاطع النبي يونس وتقاطع السويس وتقاطع الزراعة وتقاطع سنحاريب، أنه تكون مجسرات يعني على قبل الأحداث اللي مرت في محافظة نينوى. إحنا نتأمل أنه إذا تم العمل بهذا المجال إن شاء الله تنحل أزمة الزخم المروري اللي حاصل في المدينة يعني بشكل عام، لأن هذه المجسرات وهذه الأنفاق راح تحل لنا الكثير من المعضلات اللي احنا نعاني منها حاليا هسه بالزخم المروري اللي حاصل عندنا في محافظة نينوى. فاحنا نتمنى انه يكون العمل بهذا الشيء حتى نخلص من هذا الزخم المروري اللي يحصل بهذه التقاطعات الحيوية فعلا. نعم. خليني اعود مرة اخرى للدكتور فراس. دكتور فراس، يعني السيارات زادت عددها بشكل كبير جدا، يعني في بعض الاماكن لربما السيارات اكثر من البشر في بعض المناطق. يعني زيادة عدد السيارات في ظل بقاء الطرق على نفس حالها، يعني لا توسعت هذه الطرق ولا أكو مجسرات حديثة، حتى جسور المشاة يعني المواطن يحتار منين يعبر. يعني كل هذه ما تعتبر من إحدى المسببات للحوادث وأيضا معاناة المواطنين؟ الحقيقة يعني احنا مو زيادة اعداد السيارات يعني هي المشكلة الاساسية عندنا، والا يعني احنا ما عندنا سيارات اكثر من الولايات المتحدة واكثر من اوروبا واكثر من اليابان والصين. يعني بالعكس، يعني احنا نسبة امتلاك المركبة عندنا يعني نسبة قليلة مقارنة بالدول الاخرى المتقدمة خاصة، لكن احنا اعتمادنا المفرط على استخدام المركبات الخاصة لسبب يعني اولا عدم توفر البدائل للنقل بالمدن العراقيه وغياب النقل العام وبدائل النقل الاخرى، المترو، الترام، الترولي وغيرها، وعدم وجود سياسات يعني تقييد لحركه المركبات الخاصه في خصوصا في مناطق المركزيه، المناطق التاريخيه، المناطق المكتظة. هذا هو اللي يسبب لي يعني زيادة الحركة على الطريق، زيادة طبعا حوادث الازدحامات وغيرها. يعني أنا ما أتفق ويا السيد الرائد في شأن إنشاء المجسرات والأنفاق في يعني التقاطعات المرورية في مدننا كحلول يعني الزحامات المرورية، لأنه أول شيء هذه حلول قصيرة الأمد يعني وقد تخلق لي مشاكل في تقاطعات أخرى. يعني أنا من أحل التقاطع في نفق أو مجسر في منطقة معينة يعني ممكن أحلها لمدة معينة وأنقل المشكلة إلى تقاطعات أخرى، وأضطر أنه أسوي لها مجسرات وأنفاق أخرى.
وهذه مو صحيحة. أول شيء من ناحية التكلفة، ثاني شيء من ناحية البيئية، من ناحية يعني الجمالية والمنظر والتأثيرات الأخرى على يعني المدينة وخاصة في المناطق التاريخية وكذا. الحلول المفروض نطبقها هي يعني تطبيق سياسات مرورية، العديد من السياسات المرورية اللي ممكن نستخدمها ونطبقها لغرض يعني التخلص من المشاكل المرورية، وسياسات قد تكون يعني أسهل وأكثر استدامة للبيئة من الناحية يعني التخلص من الزحام المروري، الابتعاد عن استخدام المركبة بشكل مفرط، يعني ممكن أيضا يعني حتى تأثر على يعني قلة زمن الرحلة بالنسبة لل يعني المستخدمين المركبات، خصوصا أولئك اللي يعني يستخدموها لأغراض رحلات العمل، ومن ثم زيادة الإنتاجية والكثير من الأمور مرتبطة طبعا في الرحلات، لأنه هي يعني الأمر الأساسي في وجود المدينة هي الانتقال، وإلا إذا ما أقدر أنتقل أنا بالمدينة من منطقة إلى أخرى بين استعمالات الأرض، ما راح أقدر يعني أمارس حياتي اليومية وأعيش بشكل سليم وأنتج وغيره. فلذلك سياسات مثل تقييد حركة المركبات، سياسات مثل فرض بعض الرسوم على مستخدمي الطريق في مناطق مركزية، مع تعزيز وسائط النقل العام المختلفة، وهو راح تكون يعني تكاليفها أقل وأرخص من إنشاء مجسرات وأنفاق وغيرها. نعم. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ثم أعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعود لرايت حازم، هناك مقولة: من أمن العقاب أساء الأدب. أنت تحدثت عن مراهقين يقودون السيارات بشكل عشوائي أو بشكل متهور، وأيضا يعني هناك موضوع الوقوف العشوائي للسائقي السيارات كيفما اتفق، يعني هذا أيضا تسبب ازدحامات واختناقات مرورية. شوي نتحدث عن الغرامات، ما هي آلية فرض الغرامات وعلى من تفرض الغرامة؟ طبعا فيما يخص الغرامات، احنا عندنا قانون المرور النافذ حاليا مطبق، هو قانون المرور رقم 8 لسنة 2019. في هذا القانون العديد عندنا باب خاص في موضوع الغرامات، وتكلم على جميع المخالفات المرورية. نعم. وفرض غرامات مالية، وأيضا فرض في بعض يعني في بعض المواد هي الحبس يعني على الغرامات. احنا عندنا الغرامات تبدأ من 200,000. نعم. عندنا غرامة 200,000 تفرض على عدم الامتثال لإشارة الإشارة الضوئية وإشارة رجل المرور. عندنا أيضا تفرض على قيادة المركبة ذات الزجاج المظلل وصلاحيته، أيضا حجز 5 أيام تحجز المركبة إذا قيادة مركبة بدون لوحات تسجيل. عندنا أيضا قيادة المركبة بإهمال ورعونة، المخالفة اللي ذكرت عليها اللي المراهقين اللي يقودون المركبة بإهمال ورعونة وعدم التقيد بشروط المتانة والأمان. عندنا السير عكس اتجاه السير، وهي المخالفة يمكن أكثر الناس تستهين بها، يعني يقول مثلا أنا المسافة اللي أمشيها خلينا نقول 10 أمتار أو 15 مخالفة واضحة، لكن هي مخالفة واضحة عكس اتجاه السير، هاي الغرامة تصل إلى 200,000 دينار. نعم. يعني ليست بالقليلة، بالإضافة إلى العديد من الغرامات الموجودة في قانون المرور النافذ حاليا والمطبق وتطبق. يعني أنا قبل يومين إجاني شخص قال لي سيارتي عليها غرامة 400,000. نعم. فهو من
راح وسحب المخالفة. شنو سبب المخالفة؟ هو عدم الامتثال للإشارة الضوئية. 200,000 الغرامة، بعد شهر تتضاعف تصير 400,000. أكو أكثر الناس صراحة تجهل آلية دفع الغرامة، أو مثلا تفرض عليه الغرامة ولكن لا يبادر بتسديد الغرامة. في حال فرض الغرامة على المواطنين يجب عليه أن يسدد الغرامة خلال 30 يوم. إذا بادر المواطن بتسديد الغرامة خلال 72 ساعة سوف يتم تخفيض الغرامة إلى النصف، يعني إلى 50%. مثلا إذا كانت الغرامة 100,000 وبادر بتسديدها خلال 72 ساعة سوف يتم تخفيضها إلى 50. نعم خلال 3 أيام تصير 50,000 دينار. تشجيع، هذا تشجيع للمواطنين على الالتزام وحثهم على الالتزام. وإذا ما التزم بالإضافة، إذا لم يلتزم ولم يسددها خلال شهر، إذا سددها خلال شهر راح تكون الغرامة نفس الغرامة اللي هي مثلا خلينا نقول 200,000، راح يسدد 200,000. أما إذا عبرت الشهر ولم يسدد الغرامة فراح تصير عليه الغرامة ضعف، أي تصير عليه 400,000. أيضا احنا نتمنى من المواطنين أنه ينتبهون لهذا الموضوع، يعني أنه الأفضل أنه تبادر خلال 72 ساعة بتزيد الغرامة. البعض منهم يلجأ إلى التوسط، يعني يحاول قدر الإمكان يتوسط ويتصل بالشخص الفلاني. لا يعلم أنه الوصل عندما يتحرر من المستحيل أنه لا يمكن أن يتغير. يتغير، نعم، لأنه فرضت الغرامة. إن شاء الله راح نشكل لجنة الاعتراضات. في بعض الأحيان قد تكون سيارة عاطلة وكذا، يقدم الطلب عن طريق الشخص المخالف واللجنة تدرس إذا كان فعلا هو يستحق النظر في طلبه أم لا. إذا كان لديه الأعذار القانونية اللي فعلا خلينا نقول أركن السيارة في مكان يمنع الوقوف به، لكن تكون السيارة نافذة الوقود أو عاطلة أو كذا، يقدم طلب. فإذا رأت اللجنة بأنه يستحق أنه تخفف الغرامة أو تلغى أو شوف أي قرار تغير اللجنة، من الممكن أنه هذا عن طريق هذه اللجنة. يعني سيادة الرئيس أشوفها. بصراحة يعني عمل المرور بيتفاوت يعني من قاطع القاطع. يعني بعض القواطع أكو ضباط جديين بشكل جيد، يعني هم والمفرزة اللي وياهم، حتى السائق يخاف يعني يعرف أنه المنطقة الفلانية إذا راح ووقف بشكل عشوائي راح يتغرم، ما بيها مجال. وأكو بعض القواطع أكو تهاون بالموضوع، يعني وسادة تسمح لي، هو ليس تهاون، لكن إحنا عندنا، إحنا صراحة المدينة قاطعها واسع، فعندنا مفارس توجد في هذه المناطق، عندنا بسبب يعني قلة الموارد البشرية قد يكون أكو مناطق لا توجد بها المفارس متواجدة. يعني إحنا مثل ما قبل قليل تحدثنا وتناقشنا الموضوع إنه إحنا ما نقدر نخلي على كل مواطن رقيب أو رجل مرور أو كذا. فإحنا قد تكون يصادف أنه فعلاً أكو مخالفة في المنطقة الفلانية، لكن لا توجد مفارز مرور في هذه المنطقة لقلة الكوادر الموارد البشرية. قد صادف أنه تيجي الدورية المرور، من الآن مرورين ويعانون من قلة الكوادر. أكيد عندنا قلة الكوادر. طالبتم بمضاعفة؟ طالبنا أيضاً، وإن شاء الله إحنا بسبب الظروف الحالية يعني نعاني من هذا الموضوع، لكن إن شاء الله مستقبلاً راح تعالج هذا الموضوع. الوزارة ما تقصر ويانا بهذا الموضوع، تدعمنا بكل ما هو متاح يعني صراحة. نعم. موضوع تكلمنا قبل شوية عن الشباب اللي يقودون مركبة بدون رخصة. بدون رخصة. احنا عندنا المادة 32 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 عالج هذه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة مالية قدرها 200,000 دينار كل من قاد مركب بدون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة أو ملغاة، وحجز المركب مدة لا تزيد على 10 أيام. يعني هذا، أليس هذا العقوبة كافية برادعة؟ عقوبة رادعة. نعم برادعة، يعني القانون موجود وتفعيل القانون أيضا موجود، لكن المواطنين يعني إحنا يجوز من نعاقب شخص وشخصين وثلاثة أشخاص، لكن ليس كل المواطنين يعلمون بهذه العقوبات اللي هتصير. مثلا هسه عندنا حجز المركبات بدون لوحات تسجيل، اكو ناس تقول ليش ما تحاسبون؟ لو المواطن اجى وشاف ساحه حجز السيارات راح يشوف مدى الجهود المبذوله من قبل مديريه مرور محافظه نينوى في هذا المجال. اكو ايضا يتساءل المواطن يقول لماذا لا يتم حجز الدراجات الناريه؟ لو يجي أرجالك على الدراجات الناريه، لو يجي ويزور مديريه مرور محافظه نينوى ويشوف ساحه الحجز لشاهد الكم الكبير من الدراجات النارية. موضوع الدراجات النارية مهم جدا، وعندنا أسئلة يعني بهذا الموضوع. خلي أنتقل دكتور فراس وأرجع لك. دكتور فراس، الطرق الخارجية
تسمى بطرق الموت الآن في العراق. وطريقين أعتقد يعني وسائل التواصل ركزوا عليهم اللي أكثر بها ضحايا، طريق كركوك بغداد وطريق الناصرية بغداد. هذه الطرق تعتبر من الطرق الخطرة جدا. يعني تطوير هذه الطرق، صيانة هذه الطرق من واجب من؟ يعني لماذا هذه الطرق يعني بقت هيش خطرة على حياة المواطن؟ بالضبط، يعني انت مثل ما تفضلت اكو طرق، خصوصا يعني طريق كركوك بغداد، طريق الناصرية البصرة، يعني طرق يعني مهملة بشكل كبير، وخصوصا لعلمنا انه هذه الطرق تستخدم يعني للاغراض الاحمال الثقيلة، مثل يعني التريلات وغيرها اللي تسلك على الطرق، والتجارة العراق يعني تكون نسبة كبيرة منها تجي من تركيا ومن ميناء موانئ البصرة. طبعا واجب يعني صيانة هذه الطرق هي على مديرية طرق الجسور. أما الطرق اللي تكون تمر داخل المدن والمحافظات تكون يعني مسؤولية المحافظات نفسها. ليس يعني المشكلة هي من قلة الصيانة فقط، ومن يعني إهمال هذه الطرق من المسؤولين لا نقدر نقول، لكن أيضا العبء يتعلق بالمواطن نفسه. وإذا يعني نرجع لأساس المشكلة أيضا ترجع لل يعني السياسات الخاطئة اللي يتبعها القائمين على إدارة هذه الطرق، يعني من خلال زيادة أحمال السيارات الحمل إلى فوق الطاقة الاستيعابية لها، ومن ثم تأثيرها السلبي على الطرق اللي تسلكها. هذه جاية من قلة الرقابة أيضا. المفروض أكو رقابة صارمة من قبل يعني القائمين على هذه العملية لغرض تشيك وتدقيق. دكتور، الكاميرات لماذا الطريق غير مراقب بالكاميرات والرادار؟ يعني غير المفروض يكون مراقب الطريق؟ لا، هي يعني حتى بالطرق البدائية اللي هي كانت من خلال توزيع القضبان الموجود على الطرق السريعة وتشيك أوزان المركبات في لكل مسافة تقطعها، حتى نشوف مدى ملائمتها للسير على هذه الطرق، ويعني أنه عدم مساهمتها في تخريب هذه الطرق. حاليا أعتقد يعني هذه القضبان الموجودة على يعني الطرق السريعة يا إما غير مفعلة، أو يعني بيها نوع من التساهل والرشاوي والغير اللي يعني تؤدي إلى عدم الالتزام بهذه النقاط المهمة لغرض استدامة الطرق. ناهيك عن يعني استخدام مواد و يعني أشياء غير ملائمة لأجواءنا في صيانة وإنشاء الطرق حاليا، يعني لذلك نشوف إنه التهرؤات في الطرق وعدم السيطرة عليها وإهمالها أدى إلى يعني خروجها عن العمل في بعض الأحيان، ومن ثم يعني حدوث كثير من الحوادث المميتة والكارثية مثل ما تفضلت أصبحت تسمى طرق الموت. نعم، يعني دكتور يعني داخلت وياك لربما ممكن ما سمعتني، يعني لماذا هذه الطرق لم تراقب بالكاميرات وبالرادار أيضا يعني من قبل يعني دوائر المرور أو الدولة حتى تقلل من الحوادث؟ نعم، يعني احنا يعني الكاميرات والوسائل النقل، تقنيات النقل الحديثه، تقنيات المطبقه في مجال النقل من خلال وسائل النقل الذكي وغيرها،
ايضا تسهم في يعني الكثير من حلول وتخفيض الزخم والمشاكل الموجوده على الطرق وتخفيض الزحامات المروريه وغيرها. وحتى يعني الكوادر المرور اللي تفضل بها السيد الرائد اللي نحتاجها، ممكن انه اذا دخلنا بعض التقنيات راح يقل يعني اعتمادنا وحاجتنا الى الكثير من الكوادر المروريه والجهد البشري اللي يعني ما ممكن انه يغطي النقص الحاصل في الوسائل التقنيه اللي ممكن نعتمدها من خلال المراقبه. نعم. كذلك انبه الى نقطه، يعني احنا من نتحدث على الغرامات وال يعني المخالفات اللي نقرها على المواطن، اول شيء هذه الوسائل الكاميرات وال يعني وسائل النقل الذكي ممكن انه تساعدني كثيرا في رصد المخالفات وتحديد المخالف بشكل دقيق من غير المخالف، يعني لانه تعرف انه الرجل المرور قد يكون يعني مو دقيق 100% في تحديد المخالفة، أو قد يكون غير متواجد أثناء حدوث المخالفة ومن ثم حكمه على المخالفة، يا أما يكون صحيح أو غير صحيح. كذلك ممكن أنه تدخل عوامل أخرى في يعني تحديد المخالفة وغيرها. أيضا عملية فرض الغرامات والمخالفات ينبغي بالمقابل انه اكو توعيه للمواطنين، اكو مثلا علامات مروريه واضحه للمواطن، يعني انا مو اجي افرض غرامات ومخالفات على مواطنين يعني وما تتوفر لي علامات او اثاث للطريق يعني يشير الى مثلا طريق ممنوع به الوقوف او طريق ممنوع به يعني قد عمليات حركة نعم. مرورية معينة أو سرعة معينة وغيرها. ينبغي أنه أنا دكتور خلي أسمع تعليق مخالفات نعم. أو مغارمات على نعم. المواطن لازم أوفر كل متطلبات الطريق. أكيد خلي أسمع تعليق. طبعا أنا أتفق 100% مع الأستاذ الدكتور بهذا الطرح. اكو مساله، اولا مساله الادخال التقنيه اللي هي الكاميرات ومراقبه الطرق. نعم. احنا نتمنى انه تدخل هذه التقنيه ونطمح ان شاء الله. نعم. ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله تدخل هذه التقنيه مراقبه الطرق والشوارع من خلال الكاميرات. طبعا هذا راح يقلل مثل ما قال الدكتور، يقلل من جهد رجل المرور، يقلل من الحاجه الى الكوادر البشريه. الطرق الخارجيه من الصعب انه ننشر بها مفارز على طول الطرق الخارجيه، اذا تراقبت الطرق الخارجيه بالكاميرات هاي راح توفر علينا مجهود الكوادر البشرية، بالعكس راح تكون كاميرا تراقب من يجتاز السرعة المحددة، تفرض عليه غرامة أوتوماتيكيا وترسل إلى قاعدة البيانات اللي هي في مديرية المرور. طبعا وأتمنى إن شاء الله على المستقبل أنه تكون مفارز بالطرق الخارجية، تكون كاميرات مراقبة في الطرق الخارجية حتى الطرق الداخلية. يعني هاي مسألة. المسألة الثانية مسألة أنه عدم وجود علامات تحذيرية أو نعم. تنبيه للمواطنين عن فعلا. هذا الأكثر الناس تلومنا يعني أو تقول إنه المرور ما يخلون كذا، هذا العمل هو ليس من عمل المرور، ليس من عمل مديرية مرور محافظة دينوة. توجد شعبة أو قسم في مديرية البلدية تسمى بهندسة المرور. نعم. هندسة المرور هي المسؤولة عن نصب العلامات وتخطيط الشوارع ونصب العلامات التحذيرية والمانعة والإرشادية، هذه كلها من عمل هندسة المرور. للأمانة هم يعملون قدر المستطاع والإمكانيات المتاحة، ولاحظنا بالفترة الأخيرة حقيقة لاحظنا وجود نشاط لهم ووجود نصب علامات، لكن إن شاء الله نطمح بالمستقبل تخطيط الشوارع إنه يعني. بالضبط تخطيط الشوارع، وجود علامات إرشادية، نطمح إن شاء الله بالمستقبل إنه نصل إلى مرحلة وضع العلامات التحذيرية والمانعة في المناطق اللي يمنع الوقوف فيها، في المناطق التي يوجد فيها خطر تحذيرية وهاي الأمور. فإن نعم. شاء الله في المستقبل إن شاء الله نطرح هذا الشيء إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء فاصل ومن ثم أعود إليكم مرة أخرى.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا تحدثت قبل الفاصل عن هندسة المرور، نتمنى أنه هندسة المرور يكون عملهم بشكل أفضل، لأنه إحنا بالموصل بصراحة نفتقر إلى العلامات الدالة، يعني أسوة بالعاصمة بغداد أو بأقليم كردستان، نتمنى أنه المواطن وين ما يروح يلقي علامات دالة موجودة، الأسهم وإلى آخره من هذه الأمور اللي تعود إلى هندسة المرور. نرجع لموضوع الدراجات، هذا الموضوع المهم اللي يعني خاصة بعد أحداث بعد جائحة كورونا، عندما اجتاحت هذه الجائحة محافظة نينوى، الدراجات كثرت بشكل أوسع، لأن استخدموها أصحاب المطاعم مثلا للسفر بالتوصيل وإلى آخره، وحتى أصحاب المحلات بدأوا يستخدمون الدراجات من أجل التنقل أو نقل البضائع. هذه يعني سببت مشاكل كثيرة وأيضا حوادث كثيرة في محافظة نينوى. أستاذ، هو قيادة الدراجة هو ليس جريمة، يعني أكيد ليس جريمة ولا شيء ممنوع إذا كان ضمن القانون. إحنا عندنا نوعين من الدراجات، أكو دراجات استوردت على أنها هي ألعاب للأطفال، نعم، يعني لا يسمح باستخدامها في الشوارع العامة في المناطق العامة، وإنما يكون حصريا استخدامها في المناطق السكنية. عالج هذه الحالة طبعا اجتماع مجلس الوزراء اللي هو عقد، واتخذ قرار مجلس الوزراء في رقم 101 لسنة 2020، اتخذ عدة من التوصيات. من هذه التوصيات انه هذه الدراجات، هاي المشكلة الدراجات اللي تقل عن 40 سي سي، اكو الدراجات اللي مسموح فيها وتسجل قانون من 40 سي سي الى 125 سي سي، هذه تسجل ضمن قانون المرور، اثناء شرائها يراجع صاحبها الى مديرية المرور وتسجل وتمنح لوحة وإجازة تسجيل اللي هي سنوية. عندنا المشكلة اللي نعاني منها الدراجات اللي تستورد على شكل هي ألعاب للأطفال، لكنها تستخدم الآن بشكل واسع بالدليفري ولا بوسائل تنقل. المفروض هذه الدراجات النارية يتم تسجيلها ضمن هذا القرار، يتم تسجيلها في الوحدة الإدارية مثلا، إذا في الناحية أو في القضاء أو الناحية الوحدة الإدارية في هذه المنطقة تقوم بتسجيلها لديها، سحب المستمسكات الثبوتية من صاحب الدراجة، أخذ تعهد خطي مصدق من قبل كاتب عدل بيتحمل مسؤولية كافة المسؤوليات، أخذ رقم الموبايل، كاف عنوان السكن، بطاقة السكن، كل هذه الأمور وتعمل له إضبارة، ويكون هنالك بيانات إلكترونية لهذه الدراجة، ولا تسجل في مديرية المرور لأن هذا ضمن لعب الأطفال وليس كدراجات نارية. أما الدراجات النارية اللي تنطبق عليها مواصفات التسجيل، هاي مسموح بها، لكن شرط أيضا أنه يراجع دائرة المرور ويسجلها بعد الاستيرادة وبعد دخولها مباشرة إلى الدراجات اللي تطلع صوت مزعج. هذول شو الدراجات اللي حاليا موجودة واللي أكثرتها هذه الدراجات عندما تستورد هي دراجات عادية، لكن للأسف الاستخدام الخاطئ للشباب يقوم بتحويرها وجعلها تصدر أصوات مزعجة وفعلا مزعجة للناس. حاسبوهم هذول؟ اي اكيد اكيد، هاي تحاسب، تحجز، تفرض عليها غرامات. هو احنا مثل ما طرقنا وطرق الدكتور انه احنا تنقصنا ثقافة، يعني اتمنى الثقافة المرورية، الثقافة القانونية. احنا للأمانة يعني احنا مو بس المرور يعاني من عدم ثقافة المواطن مروريا، وانما حتى اذا تروح تسأل الأجهزة الأمنية، يعني خلينا نقول جهاز الشرطة، راح يقول لك انه ايضا نعاني من عدم انتشار الثقافه القانونيه للمواطن، يعني يرتكب اخطاء نتيجه لجهله بالقانون. نعم سياده الرائد، هناك نقطه يعني حتى رجل المرور يعاني من ادها، انه مواكب المسؤولين، يعني احنا نتمنى انه انا عندما ادعو الى الالتزام بالنظام لازم انا اول واحد التزم، صح لو لا؟ تمام اكيد. يعني انا عيني شايف انه ينزلون الحمايه يوقفون السير ويعبرون الموكب، يا أخي دقف أنت حالك حال البقية، يعني ليش تسبب إحراج لرجل المرور؟ يعني متأكد رجل المرور ما يقبل هذا الشيء، ولكن يعني لا حول له ولا قوة، لازم أن يعني موكب جاك وش تسوي أنت وياه؟ والله أستاذ يعني صراحة إذا عن إحنا تجربتنا يعني اللي إحنا شفناه، وخاصة في جائحة كورونا وتطبيق النظام من قبل المرور في منع التجوال، يعني نعم. كان رجل المرور هو الرجل الأول في تطبيق أكيد نعم. منع التجوال، حقيقة إحنا لاحظنا تعاون من قبل كافة الأجهزة الأمنية، نعم. يعني وصلت إلى مرحلة
يعني اكو صارت مشاجرات مثلا بين المواطنين ورجل المرور، تمام، بين بعض العناصر خلينا نقول ورجل المرور، كان موقف هناك موقف حازم من قبل المسؤولين تجاه هؤلاء. يعني احنا صارت عندنا مشكله مشاكل مثلا، ف قبلوا التسويه العشائري او تنازل او كذا. يعني اللي لاحظته انا من خلال بالشارع تجوالي كذا، انا الاحظ اكثر الناس ملتزمين، يعني حتى المواكب ملتزمة. يجوز هذا التصرف يعني نادر انت لاحظته، ما نقول كلهم حتماً اكو شيء، لكن يعني انا صراحه اللي شفته والتمسته احنا على هذا الشيء. يعني دعم من قبل على مستوى عالي، يعني سواء قياده العمليات، قياده الشرطه، المحافظه، الكل تدعمنا، تدعم وتنهض، تحاول تنهض في مديريه مرور محافظتنا في عمل مديريه مرور محافظتنا، لان هي تمثل الواجهه، تمثل السلطه الحقيقيه. يعني عندما تكون تطبيق والتزام لقانون المرور في الشارع اكيد راح يعكس صوره ايجابيه عن تطبيق وتنفيذ القانون في هذه المحافظه. لان احنا اي بلد عندما ندخل اليه لاحظ مسالتين، مساله نظام المرور ومساله نظافه نظافه المدينه. اذا فتت على هذه المدينه وشفت هاي الحالتين، انت راح تقول اذا هذا مجتمع متطور، مجتمع منضبط، مثقف. نعم. بعود للدكتور فراس مره اخرى. دكتور فراس، كل دول الجوار حتى اقليم كردستان اتبعوا نظام استثمار الطرق من اجل تقديم افضل الوسائل الراحه مثلا لسالكي الطرق، وايضا نقلل من حوادث المروريه اللي تحدث على الطرق الخارجيه. يعني رايك بموضوع الاستثمار، هل ممكن ان نطبقه في العراق؟ نعم. يعني موضوع الاستثمار موضوع مهم جدا وحيوي، خصوصا في عملية يعني منح شركات معينة، شركات عالمية متخصصة في إنشاء الطرق ومراقبتها وصيانتها وإدامتها. هذا الموضوع إذا يعني اعتمدنا عليه راح نحل الكثير من المشاكل اللي يعاني منها حاليا المشاكل المرورية. يعني بالمقابل أيضا ممكن أنه الكوادر العراقية تتدرب وتتأهل على يعني على يد يعني موضوع منح هذه الشركات فرص استثمارية للطرق راح يخفف الكثير عن كاهل المواطنين في عملية التنقل اليومي، خصوصا في الجانب يعني الإقليمي بين المدن البعيدة في حالة إنشاء طرق سريعة ومعبدة مقابل دفع رسوم رمزية. هذه الرسوم اللي ما تتجاوز ربما 5000 دينار أو أقل أو أكثر شيء، يعني حسب يعني أبعاد الطريق، حسب طول المسافة وغيرها، تعود بالفائدة على مستخدم الطريق، تعود بالفائدة من خلال اختصار المسافة للمستخدم الطريق، اختصار زمن الرحلة، يعني تقليل نسبة الحوادث والتعرض لها، استخدام طرق مريحة معبدة خالية من العيوب، تختلف عن الطرق الحالية الموجودة اللي تعاني من الكثير من المشاكل والمطبات وغيرها. أيضا ممكن تكون عملية الاستثمار من خلال إنشاء جسور ربط المدن اللي تقع على ضفاف الأنهار وغيرها من الطرق الكثيرة الكثيرة اللي ممكن تساعدني. أيضا ممكن استثمار في جوانب السكك الحديدية، النقل العام وغيرها، من حتى إنشاء المطارات وغيرها، هذه كلها ممكن أنه تخضع لعملية استثمار وإنشاء شبكات نقل متكاملة. طبعا هذه أيضا الفائدة مالتها تكون أبعد من عملية النقل، ممكن أنه وجود هذه الشبكات النقل الحديثة يساهم في زيادة استقطاب الشركات والمصانع الإنتاجية والاستثمارية اللي ممكن أنه يعني تساعد في نمو وازدهار وزيادة الدخل القومي. ومثال عليها ممكن يكون ميناء الفاو العظيم، ميناء أو قناة الجافة اللي تربط الشرق بالغرب.
هذه من المواضيع المهمة اللي شكرا دكتور. أعود رايد حازم. رايد حازم الدقائق الأخيرة شوي نتحدث عن آلية ترقيم السيارات الحديثة. يتم ترقيم السيارات الحديثة المانيفيست بداية عن طريق الحجز الإلكتروني. يتم الحجز من قبل صاحب المركبة عن طريق البريد عن طريق الموقع الإلكتروني الموجود على موقع مديرية مرور محافظة نينة أو مديرية المرور العامة. يتم من خلاله إدخال الاسم الثلاثي، رقم الموبايل ورقم الشاصي للسيارة. بعد إكمال الحجز سوف يتم إشعار المواطن بموعد الحجز، لكن قبل وصول موعد الحجز بيوم أو يومين، عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم الموبايل الذي تم تقديمه في استمارة الحجز. بعد ورود الرسالة النصية إلى المواطن بإمكانه مراجعة النافذة الإلكترونية اللي موجودة في مديرية مرور محافظة نينوى، سوف يتم تأشير حجزه. يجب على المواطن مراجعة النافذة الإلكترونية لتأشير الحجز، لأن في حال عدم مراجعته لمدة أسبوع أو ممكن حاليا صارت شهر، إذا لم يراجع خلال هذه الفترة المسموحة سوف يتم إلغاء الحجز. بعد أن يتم تأشير الحجز يقوم بسحب استمارة ترويج المعاملة، ومن ثم إجراءات سحب واجهة قرص وإكمال إجراءات من الغرامات. تستغرق العملية في حال إذا كان المعاملة كاملة لا يوجد فيها نقص، يعني من ناحية الجمارك أو من ناحية صحة صدور الوكالة المرورية أو مثلا في الضريبة، إذا كانت المعاملة فقط في مديرية مرور محافظة نينوى يومين أو ثلاثة أيام بالأكثر، يعني يتم ترقيم السيارة ويتم تسليم لوحات. المبالغ المستحصلة من عند ايش قد يعني؟ المبالغ راح أحكي لك فقط، هي تختلف الرسوم في الدائرة، تختلف من حالة إلى حالة من سيارة إلى سيارة، لكن الشيء الثابت هو قيمة اسطوانة المحرك اللي يسموها سلندر هي 500,000 دينار. يعني هذا لو كان شراء. أكو آلية أخرى لتسجيل السيارات عن طريق ترقين قيد المركبة، هاي العملية تأخذ وقت أكثر بقليل من عملية تسجيل المركبة لو كان شراء رقم. لأن أكو مركبة يجب أن يتم ترقين قيدها ومن ثم البدء بعملية تسجيل السيارة الحديثة. طبعا مثل ما قلت لك تطول يومين أو ثلاثة أيام. أكو بعض المواطنين نشوفهم أنه يقول أنا صار لي شهر أو صار لي أسبوع أو صار لي 10 أيام، من تيجي للمعاملة وتشوفها شنو النقص، تلقي أكو مثلا عنده خطأ في المعلومات أو البيانات المركبة من الجمارك. نتحدث عن اللوحات. اللوحات التسجيل في الفترة الأخيرة لاحظت أنه لا توجد لوحات تسجيل، تأخر في لوحات التسجيل، وهذا ليس من مرور محافظتنا وليس من مديرية المرور العامة صراحة، هو نفاذ كميات وتأخير في استيراد لوحات التسجيل. تم معالجتها من قبل متابعة سيد وزير الداخلية وسيد المدير المرور العام المحترم، وحل هذه الإشكالية واستيراد لوحات التسجيل وفترة قياسية تم توزيعها على كافة المحافظات. قبل أسبوع أو 10 أيام تم استلام اللوحات المرورية. بقت كوادرنا في مديرية محافظة نينوى في معمل طبع اللوحات لأوقات متأخرة من الليل، يعني بقوا لساعة 2 و3 بالليل مستمرين ولا زالوا على هذا النهج لحين إكمال اللوحات المتراكمة. وصل عدد اللوحات اللي تراكمت تقريبا 3000 لوحة. تم إنجاز ما يقارب 80% من نسبة هاي اللوحات وتسليمها للمواطنين. حاليا العمل مستمر، إن شاء الله خلال هالأسبوع راح نكمل هذه اللوحات المتراكمة، وإن شاء الله المواطن خلال نفس اليوم من إكمال المعاملة يستلم لوحات تسجيل مثل ما كانت قبل التأخير اللي حدث. إن شاء الله. سيادة الرائد، رسالتك الأخيرة للسادة المشاهدين. إحنا بالبداية أولا نأكد على الأخوة المواطنين التعامل الحسن والتعاون مع رجال المرور اللي موجودين أصلا لخدمتهم. أكيد رجل المرور في الشارع هو ليس على عداوة مع المواطن، بالعكس المواطنين هم أخواننا وأصدقائنا وأهلنا وأقاربنا، فهذه الخدمة اللي احنا نقدمها لهم نقدمها لنفسنا، يعني هم أهلنا وهم أقاربنا وأخواننا وأصدقائنا، فنتمنى أنه ينظرون إلى رجل المرور بأنه ليس خصم وإنما هو صديق لهم يعمل من أجل سلامتهم. نتمنى من سائقين المركبات الالتزام بالإرشادات المرور، الالتزام بالإشارة الضوئية بإشارة رجل المرور، الالتزام بالسرعة المحددة،
عدم قياده المركبه باهمال، عدم الوقوف في المناطق اللي يمنع الوقوف بها، عدم الوقوف بشكل مال اللي يسبب اختناقات مروريه، اخواننا اللي سالكي الطريق اللي المشات، ايضا العبور في المناطق المخصصه للعبور، عدم العبور من التقاطعات اللي نعم. تسبب زخم مروري، استغلال نفق المشات او جسر المشات في حال وجوده خاصه في مطار منطقه المجموعه الثقافيه. نعم. لان هذا في خطر للاخوان. نعم. الطلاب. شكرا لك دكتور فراس، كلمتك الاخيره للساده المشاهدين. يعني مثل ما يقول المثل العربي، القوم تعاونت ما ذلت. اكيد. يعني اوصي المواطنين ورجل المرور والقائمين على يعني انشاء الطرق وتعبيدها بالتعاون من اجل وصول الى حلول و يعني سليمه بالنسبه لل يعني للمواطن ورفاهيه المجتمع، من خلال التعاون بين المواطن الكريم مع رجل المرور، الاستخدام السليم للطرق والابتعاد عن المخالفات والتخريب المتعمد للطرق والسرعة المفرطة. كذلك أوصي رجل المرور بالتعامل بشكل عادل مع جميع مركبات المواطنين والمسؤولين على حد سواء، وعدم التمييز في يعني حتى في فرض الغرامات أو في يعني التساهل مع الأشخاص المخالفين، من أجل أنه يحس المواطن أنه يعيش في دولة تحترمه وتساوي بينه وبين الجميع، لدفعه إلى تطبيق القوانين المرورية وغيرها بشكل مباشر وبدون إحساسه بالغبن. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور فراس الراوي، اختصاص في التخطيط الحضري والإقليمي وتخطيط النقل، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة بغداد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لقناة الموصل هي على إتاحة الفرصة مرة ثانية. نعم، شكرا لك. وأيضا تقدم بشكر جزيل الرائد الحقوقي حازم النجم الزبيدي، ضابط العلاقات والإعلام في مديرية مرور نينوى. شكرا جزيلا على تواجدك. شكرا. نعم، مشاهدينا الأعزاء، تقيكم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.